إن كثيرا من الناس اليوم يا إخوة أهملوا الاستنشاق أصلا. المضمضة يمكن أن تحصل، يدخل الماء في فمه وتحصل المضمضة، والصحيح أنه لا تشترط الإدارة، لكن الاستنشاق اليوم نجد بعض الناس يأخذ ماء ويضع على طرف أنفه كأنه يغسل أنفه من الخارج، ما يسحب الماء، وهذا ليس استنشاقا، هذا ليس استنشاقا. المبالغة أعلى من المضمضة والاستنشاق. المبالغة أن يدخل الإنسان الماء في فمه ويديره، يحركه في فمه، والمبالغة في الاستنشاق أن يسحب الماء إلى آخر أنفه، يبالغ في السحب. وقد سمعت لطبيب يقول لو أن المسلمين عملوا بسنة المبالغة في الاستنشاق لسلموا من كثير من الأمراض. يقول كثير من الأمراض تدخل إلى الجسد عن طريق الأنف، فلو أنهم عملوا بالمبالغة لغسلوا هذا المكان وذهبت أسباب الأمراض. وما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكل خير، صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. المبالغة في المضمضة والاستنشاق مصلحة، لكن تكره للصائم، تكره للصائم، لأن المبالغة في الاستنشاق للصائم قد تجعل الماء يصل إلى جوفه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.